معايا الأستاذة مي من القاهرة. أستاذة مي، السلام عليكم السلام عليكم حضرتك كتير. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. يا حضرتك عامل ايه؟ كل سنة نعم وانت طيب، وفضل. جعلنا سنة سعيدة على حضرتك. أمين وعلينا وعلى جميع الأمة يا رب. إيه، أولا أنا عندي 3 أسئلة عايزة أسألهم لحضرتك، بس مش عايزة الخط يقطع بعد إذنك. لا، ايه اللي يخليه يقطع؟ اتفضلي. بعد إذن حضرتك، أولا يعني طالبة من حضرتك الدعاء، تدعي لي بإن ربنا يوصل لي الحال ما أتجوز، لأني أنا عديت الـ40 وكل الناس بدأوا يكلموني انت حلوه وانت شغاله وانت متعلمه، مش ناقصك حاجه، ليه دي ساكته لغايه دلوقتي على نفسك؟ انا كنت بدرس وبكمل تعليمي، فوصلت للمرحله ان انا كنت عايزه اوصل ليها يعني، طيب فما قابلنيش حد مناسب، فانا بدعي ربنا يرزقني بالحلال الحلال ودعوتك طبعا ليا. حاضر، ادعي لحضرتك. ده اولا. ثانيا بقى، هل في علاج بالقران؟ طيب يعني انا بجيب مثلا في حد يديني شويه ايات كده في القران بقراهم على ميه وادعيه وبشربها، هل فعلا العلاج بالقران بيشفي الانسان من اي مرض او اي حاجه موجوده فيه؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثاني، صلاه الوتر لما اجي اصليها مثلا، لو انا مثلا نمت غصب عني ما صليتش العشاء في وقتها وقمت صليتها الساعه 2 او 3 او قبل الفجر مثلا بشويه، والفجر يبان عليا وانا بوتر، هل بتبقى صحيحه ولا لا؟ اقول لحضرتك السؤال الاولاني، انت حضرتك بتقولي اولا في حاجه ثانيه بس اخر حاجه وحضرتك جاوب عليها. اتفضلي اتفضلي. لما اجي اقول سوره الاخلاص بالنسبه لاذكار الصباح والمساء، اقول طبعا الفاتحه الاخلاص والفلق والناس، هل اما اجي اقول بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد اكمل، ولما اجي اقولها ثاني مره اقول بسم الله الرحمن الرحيم اكمل كل سوره، ولا اقولها على طول من غير ما اكمل هي مره واحده كده؟ حاضر اجاوب على حضرتك. حاضر، يبقى كده عندنا 4 اسئله. خلينا نبتدي بالسؤال الاخير عشان بس ايه تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، لانها يعني لانها لاستفتاح السور، استفتاح السور، الا انها ايه من سوره الفاتحه في قراءه حفص. يبقى احنا عندنا دلوقتي ايه؟ يبقى نقراها، نقول بسم الله الرحمن الرحيم في كل مره، دي من السنه ان احنا نقول الكلام دوت في كل صلاه. لو انت بتصلي الوتر وادركتي من الوتر ما يساوي ركعة، فإن شاء الله خلاص الوتر يتحسب، يعني تكمليه، معناها إن أنت تكملي الوتر ما تخرجيش منه ولا أي حاجة، وحتى لو أنت في صلاة تكمليها وإن شاء الله يتحسب ليكي ويتحسب ليكي ثوابه إن شاء الله. اللي بعد كده أنت بتسألي عن العلاج بالقرآن، بتسألي عن العلاج بالقرآن. القرآن فيه شفاء، لكن القرآن مش أقراص ولا دواء. يعني ولا دواء يعني إيه؟ القرآن مش كيميكال، القرآن الله سبحانه وتعالى جعل بركته، الله سبحانه وتعالى يبارك في 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 قراءة القرآن ويبارك في من يتلو القرآن، فيجعل فيعطيه عطاء. لكن إن احنا نخلي القرآن، نحول القرآن إلى كأنه صيدلية وده بيعالج كذا وده بيعالج كذا، القرآن كتاب هداية مش جاي عشان يبقى بديل للأدوية، واللي هيخلي القرآن بديل للأدوية هو والعياذ بالله يخالف مراد الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فاللي هيعمل كده، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، أولى الناس بإن هو يشر علينا بإن احنا نتعامل بالقرآن بعيدا عن الأدوية، لو كان ده هو ذات المراد كان حضرة النبي قال لنا كده، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. فمسألة العلاج بالقرآن، إن يبقى فيه علاج بالقرآن وما نروحش فيه للأطباء، الكلام ده غير مقبول، غير مقبول شرعا. لا، احنا مأمورين شرعا إن احنا نتداوى، مأمورين شرعا إن احنا نتداوى. لكن الكلام اللي حضرتك بتقوليه بقى، اللي بيستخدمه كثير من الناس إن هم يستخدموا الرقية، الرقية شيء مهم جدا جدا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وأصلا الشفاء سواء استخدمنا دواء أو استخدمنا أي حاجة من عند الله. فتلاوة الرقية أو تلاوة الأشياء دي نتلوها لماذا؟ لأنها علمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تفتح علينا أبواب البركة وأبواب النور وأبواب، لكن هذا ليس معناه أن هذا دواء. دواء يعني إيه؟ يعني مش ده ليس معناه أنه بديل عن التداوي. محدش يقدر يقول ده، يعني عشان بس محدش يجي يقول يفهم أنه ليس دواء يعني ما نفعلهوش. لا، نعيد الكلام مرة تانية، نحن سنتلو القرآن وسنقرأ الرقية، ولكن هذا ليس بديلا بشكل واضح، ليس بديلا عن التداوي. بالعكس، احنا بنفتن الناس وبنفتن انفسنا عندما نفعل ده، وده ليس مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. امر الثاني، ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ويكتب لك الخير. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه،
محدش قال ان الجواز له سن، الجواز ملوش دعوه بالسن. هذه من الخرافات اللي احنا عشناها ان الجواز مرتبط بالسن، لا، الجواز مرتبط بالنعمه، ان في حد يحس ان الجواز في الوقت دوت نعمه ربنا فتح عليه بيها، سواء الناس تقدم بيهم السن او ما تقدمش، الجواز دوت نعمه من نعم ربنا هيكتبها ورزق، وان شاء الله ربنا يوسع رزقك ويكتب لك الخير ويجعلك ان شاء الله من اهل التوفيق والسداد. واحنا عندنا فكره لعله اخره ليقدمه، وممكن ربنا سبحانه وتعالى كان يخفي لك ان شاء الله شيء تسعدي بيه وتتهني ان شاء الله، وابشري ان شاء الله ربنا يفتح عليك ويرزقك الزوج الصالح ان شاء الله، انت ومن يسمعنا.